volume garanzie. I think as I saw in view, assist control. Assist control, ماشي. Okay. BTV. هنا الاسيست كنترول اسمه BTV. TV اللي هي BTV. Patient triggered ventilation. مجرد بس بيغيروا الاسامي. كل شركة بتسمي بعض. هو ده الفنتريشن كده. كل شركة بتسمي بنزاك. IBBV على الفين. SIBBV. طيب. دلوقتي احنا على مود. طيب عايزين نحط ايه؟ نحط settings ايه؟ بيب على 5. بيب على 5. بي اي بي. بي اي بي على 20. ما احنا عايزينش يا لهو هنبتدي. نقول 20. اعلن 20. اوكي. اف اي او 2. مش مشكلة اف اي او 2. احنا هننساها هنا عشان احنا ما عندناش وسط اوكسجين بس. تمام. الانسبيراتور بتاعنا عايزينها على كام؟ احنا بنبدأ 1.4 زي ما احنا كده. طيب. والريت؟ الريت عايزينه على كام؟ ريسبيرت ريت؟ الريت على كام؟ على 30. 30 اوكي خلاص. هات اللنج بقى. ايه رايكم؟ ده انفليشن كويس؟ لا خالص. ستيف لنج. نعمل ايه؟ هنزود بقى. احنا اكشلي اللي واصل دلوقتي بريشر 18. نزود البي اي بي لكام؟ 25؟ طيب المنظر ده؟ لا خلاص انا هات هنا بقى احنا نزود بي اي بي كام 20؟ دلوقتي ما احنا حطيناه هاته 20 خليها 20 افضل عندي لغايه 28. ما هو مش معنى ان حطيته رقم ان اللي وصل هو نفس الرقم عشان كده انا باخد على الرينج. البيب كام دلوقتي؟ البيب 5. عايز اعليه كمان. نعلى بيب كام؟ ده 10. نعلى 7 ونعلى 25. ده العادي اللي احنا بنعمله صح؟ ايه الماكسيمم سيتنجز اللي بتحطوها؟ 30 على 10 مثلا؟ ده حاجه بنوصلها حسب الاكسبنشن. لا ممكن نوصل حسب الاكسبنشن. بي اي بي 40 حسب الاكسبنشن. حسب الاكسبنشن. طيب هات البي اي بي هنا 30 الاول. اوصل 30. 30 اكشن. اه 30 الاول بيفرق برضه. بس ايه رايك؟ احنا عملنا ايه في البي؟ سيبناه زي ما هو. ده الاتلكتو تروما شايفين بيفتح ويكولابس يفتح ويكولابس. قلنا 7. 7 هي البيب على 7 على فكره. ايه رايكم؟ شايفين التشست رايز عنيف وبينزل عنيف يعني ده الشير بيبقى صعب قوي. الشير بيبقى صعب جدا. ده هو ده اللونج ايجر اللي انا بعمله بالسيتنجز بقى. 10 خليها 10 بيب 10. خلي بالكم احنا كده بي اي بي 30. طب انا وانا شايفه البيشنت وانا قاعده جوه البيشنت انا اعرف منين ان ده وحش؟ تشيست رايز كده اهو بالظبط. ما هو ده ترانسميتد على تشيست رايز. ستيل دي تفتح شويه يعني دي تبقى ريكروتد دي لسه مش ريكروتد صح؟ ممكن could be one of the reasons يعني. طيب كده انا على كام وكام؟ انا على 30 على 10. 30 10. تعالى ازوم. طب ومعلش الانسبيراتوري تايم بتاعه 0.4. هات بقى الانسبيراتوري تايم. هات السكرين هوريكم بقى احنا الانسبيراتوري تايم شكله ايه. خلاص خلاص وعاوزين نشوف الفلو. لا انا عايز الموضوع. طيب. لا لا خلاص شيل بس خلاص خلاص هو عيده. بص كان الانسبيراتور تايم فين؟ ده عادي كنت الانسبيراتور تايم؟ لا طبعا ده فوق خالص. بص على التايدل فوليوم. حاول تجيب التايدل فوليوم ده. هي هتيجي دلوقتي. طب ولا فوق بيحصل سكور؟ 4. التايدل فوليوم اهو 4. ايه؟ لازم ازود البريشر؟ ازود البريشر؟ ازود الاول الانسبيراتور تايم هدخل نفس التايدل فوليوم عندي من غير ما العب في البريشر. نزل بقى زود الانسبيراتور تايم خليه 0.5. اهو التايدل فوليوم طالع على كام؟ 150. التايدل فوليوم الانسبيراتور 170. كده في ليك عليه. ما في ليك طبعا. انا عارف انا سامع من نفسي انا واقف اهو سامع في ليكج. برافو عليك. هو ده بالظبط اللي حصل. انا عندي ليكج فعلا. شايفين هو ليكج كام في المية؟ 100% تقريبا. الليكج اللي عندي 100%. هل
هو عمله دلوقتي فين؟ معلش اهو شايفين المفروض دي شايفين قطع فين؟ ده هو المفروض ينزل لغايه البيز لاين زي ما هو. شايفين قطع فين؟ قطع فوق. يعني المفروض ان هو ينزل على الكيرف اللي تحت زي ما هو. لا ده هو لا هو اكتر حاجه الفلو فظيع شكله وحش قوي. ده عشان الانسبيرز تايم قليل. لسه ستيل محتاجين نزود. احنا على 0.5 زود. ايه رايك نخليها على كام؟ ده 1 مثلا. ده النص. 0.6. ستيل على فكره اصل دي اضل يعني دي بيج لانج كبيره. بس هو في حاجه هو الليكج مش مخليني اعرف اقيس يا ساتر. دي برضه عيب من ضمن العيوب ان الليكج العالي قوي بيبوظ الدنيا بيبوظ لي كل القرايات بتاعتي. يعني لو عندي ليكج في العيان عالي قوي كل القرايات بتاعتي مش قادر. طب لو قفلت كده ولا حاجه انا قفل انا قفلها بس. جرب نشوف هيتغير بس مؤقتا. اهو اه نحسن شويه. دكتور احنا كده لازم ننزل بالليكج. اه شايفين؟ ايه رايكم؟ عشان الهيت كان عالي زود. شايفين شايفين اه بالظبط شايفين؟ الليك قل شويه. الليك انا قللته بايديا. اوكي زود الانسبيرتور تايم. دلوقتي احنا الانسبيرتور تايم 0.7. افضل زود لغايه ما توصل لغايه ما دكتور اي ريشيو كده خليها على 1. اه ما طبعا ما عشان كده المفروض اقلل الريت. بس انا عشان عندي ليكج عالي ده عامل لي مشكله يعني. وصلنا ل 1 سكند ولسه ما وصلش للليكج. ده عشان في ليكج بس. يعني انما اكشولي هي المفروض هتنزل. يعني هو كده كويس. افصل وركبها على تسلا. بعدين كده بقى نغير الريت ولا نسيبه؟ من حيث نغير الريت والتايم اوتوماتيكال يغير لك. زودت انا زودت التايم جدا صح؟ اه الريت انا المفروض اقلله. طب لو قلتوش في سيفتي فيتشر هنا ان لما بيوصل اي ريش 4 لواحد اوتوماتيك يلعب في الريت وينزل عشان ما يسيبنيش اعدي اكتر من كده. بس انا اصلا هو بيقف لغايه 4 لواحد بس انا المفروض ما عنديش 1-1. انا المفروض ما عنديش انفرس ريشيو بين ريشيو. لا باي بان برضه مش باي بان. انا بتكلم كونفنشنال. هو الواحد ما بيغيرش الريت ويخلي الريشيو ثابت. لا انا بتحكم في الريشيو في الفنتليتور. ده مش هو في فنتليتور بتحكم في الريشيو. احنا كده الريشيو مكتوبه المفروض فوق ولا مش كمان فين؟ الريشيو اه الريشيو مكتوبه بتبقى مكتوبه بس مش فاكر فين. لا هي ريشيو هي عموما ممكن احسبها. يعني انا 30 وانسبيرتور تايم 1 سكند على اي ريشيو 1-1 يا يعني ريشيو كده عشان بي تي بي متغيره. يبقى الاي ريشيو 1-1 بكتبها الاي ريشيو كونسبت فنتليتنج بيشنتس ويز فيكسد اي ريشيو ما قعدناش بنستخدمه ليه؟ وانس البيشنت هيبتدي ياخد زياده عن اللي انا حاطه هغير لي الاي ريشيو بتاعتي تماما. فانا لو بادئ بواحد اثنين صح مش ذا كومن؟ واحد اثنين حلو قوي. البيشنت بقى تكبنت هيعمل ايه؟ ما هو هياكل اكسبيرتري تايم ويدف عليه. انا فاهمه بس انت قلت في البيشن ده مش ديت. احنا مثبتين لا لا مش مثبتين. لا لا انا ما بثبتش اي ريشيو. حتى عموما كويس ان احنا فتحنا السيره. اي ريشيو بيكسل ما عادش حد بيعمل كده. هنعملش. ما عادش حد بيعمل كده. الادلت بيحبوا يعملوا كده جدا. بيحبوا قوي اي ريشيو واحد اثنين ماليش دعوه باي حاجه ثانيه. لا انا بظبط الفلو كيرف بتاعي. شايفين ايه اللي حصل؟ كده الانسبيراتوري تايم عالي قوي فريق. ده كده الانسبيرتور تايم فيري لونج. ادى الانسبيريشن مسافه الانسبيريشن. انا ارجعه بعد هعمل ايه؟ هقلل بقى الانسبيرتور تايم. قلل الانسبيرتور تايم يفضل قلل. العيان حصل ينفع حصل له كده بالظبط. ما هو ده اللي بيحصل معايا. عشان كده مفيش عيان الانسبيرتور تايم بتاعه فيكس وهو ستيف لونج احتاج مني ابتدي العب في السيشن. سوري ده كان عيان روك بالون ديسبليز ازمته فاحتاج مني فيري لونج انسبيرتور تايم اتحسن. ايه اللي حصل؟ لو انا سبت الانسبيرتور تايم ذا سيم دخل مني فيري لونج انسبيرتور تايم اضطريت انا لازم لما يتحسن اقل وهكذا. عيان ستيف لونج انا بحط شورت انسبيرتور تايم اتحسن هبتدي ازود الانسبيرتور تايم بتاعي. افضل انزل لغايه ما تنزلش واحده واحده افضل انزل. لكن الريت ثابت بقى الانسبيرتور تايم اتغير في الاكسبيريشن برضه. الاي ريشيو اتحدد اتغيرت بقى اتغيرت بالظبط. لكن الريت ثابت. الريت ثابت في الحاله بس لو هو العين ابتدى ياخد خلاص هغير كل ده تمام.
يبقى دي طريقه ممكن اعمل بيها باي ريشيو. وخدتوا بالكم اللانج برده ستيل وصل بقى على الفنتليتور، وصل على ال هي طبعا المفروض ان احنا كنا نستخدم كافد تيوب ادلت سايز اللي هي 7.5 او كده، انما عشان كده هي فيها ليكج. ايه؟ لو في هات اوكي. لو في ما انا عايز اعمل كده بس معيش. هات بقى اللانج، شايفين؟ ايه اخبار اللانج انفليشن؟ حلو، بس على بريشرز شكلها ايه؟ 30 على 10، المين ايرواي بريشر بتاعي 14 15، فاذا عادي عادي عادي. انا از ات بيتر ان انا اكمل عن كده والعين بتاعي الساتوريشن مش متحسن؟ اقلبه على الفريكونسي او طب انا معايا اللانج دي من الاول كل لابس اللانج، شايفين؟ سكشن، ايه اللي حصل؟ رجع تاني دكتور، شايفين ابتديت تاخد وقت تاني ازاي؟ محمد طبعا دي لانج ريكروتابل ففتحت معايا. اربط دي ماشي. يبقى اللانج ايه اللي حاصل؟ انفليشن كويس عشان ليكج ساكشن. استنى ده اللي بيحصل مع ساكشن. عرفتي احنا بنحب الساكشن هو ده ترجع لها تاني وتعملها. لو هو ستيف لانج بقى كل البروسيدر بتاعت اعملها دي اقعد اعيدها من اول وجديد. ريكروتمنت مي تيك اورز داي، انما دي ريكروتمنت اونلي تيك 1 سكند بس. ده اللي حصل طبعا. انا عمال اطول في التصفيه. وصل تاني مش زي الاول على فكره، هتاخد وقت على ما ترجع زي الاول تاني. فاذا دي ريكروتمنت بالذات لو عين ستيف لانج او اي ار دي اس او نيمونيا وحشه، ما كل ده ستيف لانج. اول ما هفصله هلاقي الولد بيجي سات مني ليه؟ كولابس توتال كولابس. هي دي مشكلة السكشن. عشان كده لو كان في كروس سكشن كنت اوريكم الدي ريكروتمنت مش عارف صح كده، هلاقي اللانج لسه زي ما هي. تمام؟ لا هو الليكج معقول خلاص مش مشكلة. ممكن نشوف البريشر فوليوم جارانتي كيرف بتاعها. طيب شغل التي تي في هنا اسمه تي تي في هنا على الجهاز ده. هاتوا اوكي اللي هي البي ار بي سي او الفوليوم جارانتي، هنا اسمه تارجتد تايدال فوليوم. كل شركه برضه بتسميه باسم. اللي عنده تريجر هيبقى اسمه اوتو فلو، اللي عنده بانت هيبقى اسمه فوليوم كنترول بلس. كل شركه بتسميه اسم. تمام؟ كنترول بلس فوليوم كنترول بلس على البانت. طيب احنا دلوقتي عايزين الفوليوم على كام؟ انزل تحت، انزل تحت على 15. عايزين على كام؟ 15. طيب حط على 15. هو مش بحق. ما هو مش بحق. احنا دلوقتي عايزينه 15. حلو؟ بس في نفس الوقت قلت له الماكسيمم بي اي دي بتاعي كام؟ ما يعديهوش. انا اللي قايله عليه، انا بقول له دلوقتي الماكسيمم بي اي دي بتاعك 38 الرقم ده. 38. عادي قوي. وانا محدده على اساس حلو، هو وصل له اللي بنحقق كام؟ اللي وصل للعين اكشن 12 اهو. انا حاطه على 38، هو بياخد 38؟ لا. بيديليفر وات ايفر البريشر از على شرط ما يعديش 38، الرقم اللي حاطه. طب انا احط الرقم الماكسيمم للبريشر ده كام؟ يوجوالي في العادي 30. يوجوالي في العادي 30، الا لو فيري ستيف لانج وانا متوقع او عيان او عيان ازماتك، كل دول متوقع ان هو يحتاج مني بريشر عالي، هعمل ايه في الرقم ده؟ هعديه اكيد على 40 او ازيد. عندنا مشاكل في البلمونري هامر. نعم؟ البلمونري هامر. اللي عمل معامله البلمونري دي بالظبط. هعلي البيك. السكشن ماله؟ ما انا عايز اشيل هامر. مش مشكله. ما هي دي ريكروت. هريكروت. هي دي ريكروت هريكروت. بس في حاجه عن البلمونري هامر يعني هسكشن وانس واحطه على هاي بيت من الاول على اوبتيما بيت على بيب عادي. امنع الفيرزر واوقف السكشن على فكره. كل مره هفتح هعمل جريدينت هتقوز الفلات تاني وهيفتح السبيرفر ده يفتح تاني. فعلشان كده ما بحبش افتح عليه برده كتير. تمام؟ نفس الفكره بس في الفوليوم جارانتي. انا حطيت الرقم البي ار بي بتاعي هيفضل يزيد ويقل. هو طبعا دي لانج كبيره
مش بتاع بيدياتري. اللي دي بتاعت انيمال وزنه حوالي مش اقل من 60 كيلو. فطبعا ده نيونيتال فنتليتور ممكن ما يقولش معايا قوي. تمام؟ في الكونفنشنال يعني. طب هو ليه مش مبين ان في فاريبل فوق في اطلع فوق يا جوزيف. هو احنا اوريدي في سايكل فين؟ في عندك ليكج اه؟ ما هي المشكله في الليكج لان ما بيرجعش. ما انت تحاول ت هي مشكله عندنا ليكج عالي قوي. اه ده مخرومه خالص. طب ننقل على الثانيه. ننقل على الثانيه، ننقل على الثانيه، فكوا خالص وركب على الثانيه. ده هي التراكيه مقطوعه بس. واضح الراجل وهو بيطلع قطع التراكيه. بيشفي الله. حط ده هنا. شيء افتح بيه التراكيه. ننقل على طيب شايفين؟ ده انا مش فيجت، هو ارخص ان انا اجيبه بس. ارخص بس في نفس الوقت الفيجت لانج بتبقى شبه الهيمر بالظبط، نفس اللوكس، نفس الحاجه بالظبط. حتى الهارت بالظبط هو نفس السبيسيمين بتاعت الهيومنز يعني. طبعا هو احنا في ستيل برضه ليكج في الثانيه، هو واضح ان اللي جابها قطعها كلها يعني فبوظها. وانا عاده لما ببقى قبل ورك شوب المشكله ما كنتش موجود في القاهره يعني، بروح انا اخلي واقف على ايديه وهو بيقطع، بحيث يقطعها من غير ما يبوظ حاجه. لما يقطعها كده بتبقى اوبتيمم، بتشتغل معانا كويس قوي. بس هو واضح ان هو بوظها المره دي. طيب خلينا نقول ريكروتمنت. ازاي ريكروتمنت؟ اقفل التي في. بس خلاص ماشي حلو قوي. لا بتدي لا في حاجه ليك انت عندك؟ شوف الوصله. اه اهي الوصله مش راكبه. الوصله وقعت مني بس. دي مخرومه. هبقى عليا. اوكي هذا اللنج عباره هي شغاله معانا على بريشر كنترول. طب انا عايز على فكره احنا ننزل بالبي بي زيرو. ننزل بي بي زيرو. بي بي زيرو بس حلو قوي. اعلى بالبي اي بي هو ايه اللي موقفه؟ ليه لو بوش ادجاست؟ ادجاست ادجاست خليها اوف. بالعكس اهي اوف بس بس اوكي. شايفين اللنج عباره ايه؟ كويس. انت عارفين العربية كام؟ عربية زيرو. شايفين اللنج بترجع للزيرو بتقفل خالص. هبتدي انا بقى على بالبيب. اعلى بالبيب ماشي. خلينا على خمسة مبدئيا ماشي. البيزل يعني لسه ستيل مش حلو صح؟ انا على بي اي بي خليها 20. البي اي بي الاكتشوال 20. انا 20 على 5 تمام؟ هنكيب على الانفليتنج بريشر 15. طول ما احنا 15 انا محقق التايدر فوليوم بتاعي. فورجيت اللي انا هنا مش مشكله. انا انفليتنج بريشر الديفرنس ما بين البي اي بي والبي ب 15 بيدخل لي التايدر فوليوم اللي انا عايزه. لما اجي اعمل ريكروتمنت هعمل ايه؟ هعلى بالبي. هعلى قد ايه بقى؟ واحد لاثنين افري 2 3 مينتس. اوكي؟ اعلى من خليه 6 خلاص كده احنا بقينا 6. هشوف الريسبونس بتاع العيان. العيان محطوط عليه بلس اوكسجين ومحطوط عليه بلاد بريشر تمام. ولو عندي ايدي تايلت سيمتو مفيش مشكله. وعمال اشوف والله ساتوريشن انا بادئ على ساتوريشن 70%. ابتديت اعلى بالبيب من 5 ل 6 ما لقيتش تشينج في خلال دقيقتين ثلاثه. رحت عالي تاني ل 7. بس لما اعلى ل 7 انا عملت ايه في البي اي بي؟ اعلى معاه في نفس الوقت. اعلى بقى البي اي بي خليه 21 خليه عشان الانفليتنج بريشر يعني عشان يجي 15 كيب ال 15 اللي هم دول اللي مدخلين التايدر فوليوم الادكوت بتاعي.
كل دقيقتين لثلاثة، كل دقيقتين لثلاثة according لل. طب العين لو جاب ريسبونس معايا في خطوة منهم بفضل واقف لغاية اما ريسبونس يستابلايز، عمال يعلى 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 لغاية اما يقف وقف، ده التارجت بتاعي. لأ هلعب فين؟ تمام؟ يبقى انا قليت تاني، اوكي؟ بيب دلوقتي احنا وصلنا لتسعة، انا عمال على كل شوية، والبي اي بي بتاعي 25 يعني 29 29 اكتشلي ماشي خلاص. هل بص على اللانج اخبار ايه؟ ستيل عماله تنفليت لسه في حته، كل ده كولابس، كل ده كولابس، كل ده كولابس، اوكي كل ده كولابس خلاص. اطلع ارجع لورا. دي دي لانج كويسه، دي لانج كويسه، ده كولابس، ده النور النور شكلها فرقعه، هي فرقعه فعلا من الاول، فيها حته من حته من ورا كده فرقعه. الايبيثيليال تقريبا اصل واضح ان خدها بس كده من ورا، ففي حته ورا خبره في الدم كذا مره، كل مره اشتغل لازم الاقيها فرقعه من قبل ما تبتدي، بس عادي مفيش مشكله يعني بتنفليت معايا كويس. فده دي كل دي شايفين دي الشرايط دي حقيقي، ودي كل ده كولابس. حلو، هنعلى تاني، لسه مش ده التارجت بتاعي. عريت وصلت للبيب 13 او 12 ومعاها الديسندنج الانفليتنج بريشر، فرق ما بينهم 15. انا كده استفدت، انا شفت كل عيان يا لا ما هي انا بتكلم بس بوري على اللايف شكلها شغال. هنحطه تاني هشفي العيان نعمله هعرفها منين؟ بالساتوريشن. يبقى انا عمال اعلى وعناية على الساتوريشن، العين بتاعي بيتحسن ولا لا؟ ايه الليمت بتاعتي في البريشر؟ هو انا لما هوصل لبيب هعدي بيب 20 هبتدي اقلق. بيب 20؟ لما الاقي نفسي ابتديت اوصل لبيب 20 بالدياتريب هبتدي افكر اشوف في كورس تاني ولا لا؟ نيونيتس 15 ل 20 في الرينج ده، بس انا البيدياتريك ممكن لو الاتش دوت لو اتش اكبر من يعني 3 4 سنين 5 سنين الكلام ده، لا ممكن اوصل معاهم لبيب 30 كمان في الريكروتمنت. علي ما تسمعش يا علي، لان هبص الاقي العيال كلهم على بعض فرقعين. لا لا التكست تايم على ما اعمل حاجه زي كده. انت الكريستال تيوب جنبيك على طول طبعا، اكيد مش مهم الفرقعه، المهم انت الكريستال تيوب. وانا بعمل نجحت وانا بعمل ريكروتمنت عينيا على الساتوريشن او الدي او 2، لو عندي اكسس للدي او 2 عينيا على البي سي او 2 في البلاك جاز او ان تايدل لو انا كونفنشنال. حلو، والساتوريشن بتاع العيان. طب العيان بتاع الساتوريشن هي الريكروتمنت مانوفر على ستيف لانج، على ديزيز ستيف لانج، مش هعملها على الهيلثي لانج ولا هعملها على اوبستراكتد لانج زي عيان الازماتيك. مفيش حاجه الريكروتمنت على ديزيز لانج، ديزيز الفيولاي، عيان ستيف كومبلاينس بتاعته وحشه، هو ده اللي هعمله ريكورد. هيموت هيموت في احسن. لا طبعا من الاول عايز اجربها. اكيوت نمونيا مش وحده ايه؟ يعني اكيوت مايلد نمونيا هيحتاج مني بيب 6 7 اكس اقصى حاجه. يعني هو ده الكول اللي عندنا ان هو نمونيا. لا انا بتكلم على بيور اي ار دي اس، البي اف ريشيو بتاعته البي او 2 على الاف اي 2 ريشيو اقل من 300، هو ده اللي هعمل معاه الكلام ده. انما عيان البي او 2 البي اف ريشيو بتاعته 400 مثلا او 500 مفيش داعي. تمام، لسبب انتوا شايفين احنا عامل. وعلى فكره العيان ده عمره ما هيحتاج يوصل معاك كرش ده، ده هو هيتحسن على فيري ايرلي. العيان اللي هيقعد معايا الساتوريشن واقع مش راضي يتحسن هو العيان الستيف لانج. طيب الحاجه الثانيه وانا بعمل ريكروتمنت البلاد بريشر عينيا عليه، عشان لو وقع مني ممكن افكر ادي بولس لو هو يستحمل او ازود الانتروب واكمل ريكروتمنت. طب لو ريزيستنس لا وقف ريكروتمنت بروسيجر عليه. يبقى انا عمال على اعلى اعلى، وصلنا البيب وصل 15، العيان بتاعي اتحسن الساتوريشن وبقى تارجت، هعمل ايه؟ ممكن انا مش من الناس اللي استنى كتير، اقف جنبيه الدنيا معقوله، هبتدي اعمل ايه؟ اول حاجه هبتدي اعمل فيها اف اي 2 مش كملت 100، انزل بيه 5 ل 10 اتش تايم، بنزل بالاف اي 2 5% 5% بس. طبعا هي بقت افضل، شايفين حته اللي كانت كلها تفتح، احنا ما غلناش ما لعبناش في التشعر. تيكس تايم، بصي فيلي تيكس تايم رايح حاجه مهمه جدا. التيكس تايم هو مع الوقت بيبتدي يركود. على فكره احنا لو سبناها في الكريتور كده وجينا تاني يوم هنلاقي اللانج دي كلها بقت اوفر ديستانس،
مع اني ما لعبتش حاجه. هي تيكس تايم على ما تفتح الكولابس ده الديفايد ايه. تمام. يبقى انا دلوقتي اف اي 2 قعدت تنزل، جيت عند 70% لقيت ساتوريشن ابتدى يدي ساتوريت. اذا البيشنت ده لسه مش مفروض. ليه؟ عندي سبب ستيل محتاج هاي اف اي 2. هروح اعمل ايه؟ هاجي على البيب اعلى تاني از لونج از اي ام توليريتنج، وانا على 70% هو المفروض تارجتنج يوصل 60. قبل 60 الساتوريشن الاكسجينيشن وقع، هعلى بالبيب هعمل هكمل ريكروتمنت. ليه؟ انا لسه مش اوبتيمال لانج فوليوم. وصلت 60% والساتوريشن كويس، هعمل ايه؟ هاجي على البيب وانزل. نلاحظ كده ان اللانج فاتحه طبعا. على فكره ما غيرتش حاجه، ما لعبتش حاجه. لسه التكست تايم على ما تكروت اللانج دي، هي التكست تايم. كل الكولابس اريا ابتدت تفتح لوحدها. ايفن على فكره اللانج دي لو خدنا بالنا، اعمل زوم اوت كده، الحته فتحت، زوم اوت زوم اوت زوم اوت. انت عايز اللانج دي؟ ايوه زوم اوت زوم اوت خالص، اطلع اطلع بره خالص، ابتدت تبقى اوفر ديستندد على الناحيه الثانيه. عشان هي اصلا كانت يعني ابتدت تتحسن، خلاص تحسنت. هو ده الغلطه بقى اللي بعملها. لما بسيب البريشر عالي، لما اسيب العيان بتاعي على البريشر العالي ده، ايه اللي هيحصل؟ هيخش مني في اوفر ديستنشن، يخش في فوليو تروما قبل بار تروما. يعني مش بار تروما، المشكله في الفوليو تروما. العيان ده هيديتريوريت مني لو سبت على البريشر العالي. عشان كده لازم اعمل ايه؟ هنزل دلوقتي بالبريشر بتاعتي، هنزل بالبيب بتاعي از لونج از وصلت 60% بيدياتريك، 30% نيونيت، وافضل انزل 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 واحده واحده افري برده 2 3 مينتس واشوف الريسبونس بتاعي. وخلي ريشو برده 15 في النيونيت، احافظ على التايم الفوليوم بتاعي. اه في النيونيت الاف اي 2 30 دي الستاديز خلاص، هي 30 يعني دي ايفيدنس بالستادي، فخلاص ما اقدرش العب فيها. تمام. ممكن معلش ان انت محمد تبعت لنا بيبرز حلوه على ريكروتمنت؟ هي بس الريكروتمنت في الاطفال مش كتير قوي، معلوش بيبرز كتير، كلنا واخدين الداتا بتاعتنا من الاضل. كل الداتا معلش يعني الحاجات اللي انت قاريها تبقى بيدياتريك، بحيث ان احنا يبقى معانا برضه ايه ايفيدنس بيز. طبعا 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 طبعا. انا ممكن اجيب بروتوكولز بتاعت يونتس بره شغاله بيها، هي بتعمل نفس الكلام ده تقريبا. عشان يبقى ايه معانا حاجه بس تمام. طيب انا ايه اللي حاصل؟ ساتوريشن كويس دلوقتي، انا عمال انزل بالبي بنزل افضل بي اي بي اللي انزل بالبي بس بقى. عمال انزل 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 هفضل انزل. لا لا انزل لغايه انزل لغايه 10 بس كده. مش احنا كنا على بيب 15؟ احنا المشكله في اي بي بحيث نخلي الدلتا زي ما هي. على فكره احنا كنا على بيب 10 وكان دي كولابس صح؟ اه احنا على بيب 10 برضه. هل كولابس كويسه؟ هنزل تاني. انزل انزل لغايه ما كولابس، انزل لغايه ما كولابس. غير ما تنزل البي اي بي بتنزله الاثنين. انا هنزل انزل بالبي اي بي برضه. اه المفروض بنزل الاثنين بس انا بجيب الدلتا 15. شايفين ابتدى الكولابس يحصل ولا لا؟ ابتدى في كولابس يحصل. هي ستيل ريكروت دلوقتي ثلاثه. بيب ثلاثه. هو انا احتجت بيب عالي؟ احتجت افضل على بريشرز عالي؟ هو ده الفكر. وانا بنزل لقيت جيت عند بيب مثلا 8 والعين ابتدى دي ساتوريت، يبقى ايه؟ دي اللور انفليكشن بوينت بتاعتي، هي دي الكلوزنج بوينت. هروح اعمل ايه؟ هروح عالي، ممكن اعلى مره واحده بس، هروح عالي عالي 5 اطاف الرقم اللي انا عليه 5 مره واحده، ما هي اللانج دي استحملت ازيد من كده. هعلى 5 مره واحده وانزل على شرط اقف اباف اللور انفليكشن بوينت ب2. الرقم 2 ده برده باي ستادي، يعني مش جبناه كده، ده ستادي لقينا ان الرقم 2 اباف اللور انفليكشن بوينت هو ده الاوبتيمم بيه. هو بقى ده كلمة اوبتيمال دي. هو ده اللي جاست اباف اللور انفليكشن بوينت. يعني انزل ل 8 قفلت معايا او طالعه ل 13 14 وانزل واحده واحده واقف عند 10. انزل بشويش واقف عند 10. واقف عند 10. يبقى هي دي كده الاوبتيمال دي. طب هو ممكن يبقى اقل من كده؟ ما انا بقعد انزل واجرب اتس ترايل اند ايرور، انا عمال انزل 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 لغايه اما يدي ساتوريت. اول ما يدي ساتوريت اعرف الرقم ده هو ده اللور انفليكشن بوينت. طيب وليه ما اطلعش منه زياده 2 مره واحده بس؟ ولا عشان اعمل ريكروت من تاني؟ بعمل ريكروت من تاني؟ بس بدل ما اقعد اطلعها واحده واحده انا طلعتها مره واحده لاني عارف ان اللانج تستحمل. اوكي طب تعالى نعمل بقى ايه؟ نعم دي ساتوريت عند نعملها بالهاي فريكونسي. على اف اي 2 60 ايه؟ على اف اي 2 60 على اف اي 2 60 اه وبنزل بقى وبنزل بعد كده ارجع تاني بقى
طيب فاضل الهاي فريكوينسي بس اللي بيقول من طريقه سهله. هو احنا قلنا بس الهاي فريكوينسي وخلاص. هي الهاي فريكوينسي وخلاص. شغال. طب احنا المين بتاعنا كان كام؟ كنا على حوالي 10 كنا على 15 صح؟ اه. يبقى انا هحط 2 اباف ال 15 يبقى 17. يبقى انا هبتدي على مين ايرواي بريشر. هات السكريبت. مين ايرواي بريشر؟ شفت الموضوع سهل هنا كويس. البرامترز في الهاي فريكونس عباره عن ايه؟ 2 و2 بس. هي مكتوبه هنا اتش اف او بس. لان في اتش اف او بلس اي ان في ما بيستخدمهوش. ما فيش ستاندز عليها سبورتنج الكلام ده. هو اتش اف او بس. بدل مين اللي هو مسؤول عن الاوكسجينيشن. ده المين. المين ده المسؤول عن الاوكسجينيشن. اف اي 2 مسؤول عن الاكسجينيشن. هذا اثنين. المين جنب بعض ليه طيب؟ ما ده برضه اللي انا قلت لهم قلت غيروا السوفت وير كده يعني. ليه ده في ناحيه وده في ناحيه ما اعرفش. طب والاف اي والمشاريع اف اي 2 هبتدي على 100 وانزل. اوكي. والدلتا دلتا بي دبل المين. الدلتا بي دبل المين. استنى يعني هو انا هعملها برضه ولا المين بس؟ انا هعمل المين والدلتا بي. انا حطيت المين على 15 مثلا. هات مين 15. وانا جبت المين ده منين؟ خلاص هو العين ده 5 اباف الرقم اللي على الكونفنشن. يعني العين ده كان على مين 8 رحت جاي وانا ناقله رحت حاطط 2 كمان بقى 10. طب العين ده على مين 13 حطيت 2 ل 3 في ايه بقى 15 16. انا حطيته على 15 الدلتا يبقى ضابط ما زودتش. لا انزل 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 خالص. لا انزل لزيرو بقى. انزل لزيرو. انزل بسرعه. لا انزل لزيرو بس. انزل لزيرو خالص ماشي. لا هي كانت خالص. انا عارف. انزل لزيرو 15. اصل انتوا اللانج دي ريكروتد في ثانيتها. انا عايز اوريكم ان هي دي ريكروتد وان ريكروت. انزل لزيرو خالص بس. تمام. اعتبرونا هنبتدي من واحد معلش لان اللانج ريكروتد بسرعه. هي ريكروت مش ريكروت. هعمل الدلتا بي قد ايه؟ هعمل دلتا بي دبل المين. لو انا على مين 10 يبقى دلتا بي 20 انيشال. ثم الفريكونسي في البيدياتريك هبتدي ب 10. في النيونيت هبتدي ب 12 15. الاف اي 2 100% الدلتا بي 2 دبل المين والمين 2 ل 5 اباف المين على الكونفنشنال والفريكونسي دي ثابته نوعا ما ما بلعبش فيها كتير. فهي 10 ده الرقم اللي هبتدي بيه مع البيدياتريك بيشنت. كل ما هيزيد وزنه كل ما هقلل الفريكونسي بتاعته. تمام. فانا ببتدي ب 10 وهبتدي. بص هات اللانج بقى. اوكي ده كولابس اللانج اهي. ابتدي على بالمين. ده انا بريكروت بقى. حطيت العيان حطيته على مين 10 لسه مش بتحسن الساتوريشن. بعمل ايه؟ رحت مزود اتنينات مثلا. واحد لاتنين افري تو فايف مينتس. الدلتا بي دلتا بي لا بس الدلتا بي اعلى بيها ممكن. اعلى 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 خالص. اعلى اعلى كمان 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 كمان. انا عمال انا المين ثابت دلوقتي. انا عمال العب في الدلتا بي عشان اعمل ده. هو ده الويج اللي انا عايزه. لا علي كمان يا باشمهندس. علي علي دلتا بي. اه علي خالص علي خالص علي. دبل المين. احنا كده دبل المين. هل ده اديكوت بالنسبه لي؟ هشوف العيان. هشوف العيان ازاي بقى؟ من النيفل لغايه الجروين. ده بيجي هلاقي ايه؟ الويجلينج اللي انا شايفه ده الفايبريشن دي واصله لغايه الجروين ولا عديتها؟ عديتها اروح اعمل ايه في الدلتا بي؟ هقللها من 2 ل 4 واشوف. طب لقيت مش واصله حتى للامبيركس هعمل ايه؟ هزودها. طب ده دبل المين يعني زود. يبقى الرقم ده بغيره في اول ثانيه واحط العين فيها. ثم السي او 2 اشوف السي او 2 انا بادئ على كام. سي او 2 70 او 80. وبعدين عملت السي او 2. اول سي او 2 هعملها بعد 5 دقائق من الانيشيشن. 5 ل 10 دقائق من الانيشيشن هكون عامل اول بلاك جاز بتاعتي. يبقى انا معايا بيس لاين 70 80. لا لا انا البلاك جاز على فكره تشينجز على عيان لو حد عنده ترانس فين السي او 2 بي او 2 ايميديت. يعني لو حبيت تعمل البلاك جاز بتاعك لاي تشينج في الفنتيليتور within 1 to 2 minutes اعمل الريسبونس بتاعك حصل خلاص. It doesn't mean ان انا لازم اقعد بقى ساعه ونص ساعه. النتيجه طيب بعد كده انا زودت المين هفضل ازود تاني. انا لسه مش اللانج في حته هنا مش ريكروت الدواء بتعرف فيها الحته دي مش ريكروتنج. العيان بتاعي اكشوال عيان الساتوريشن مش حلو. مزوم اهو خلاص. فبفضل اعلى بالمين بتاعي 1 ل 2 افري 2 5 مينتس.
لغايه اما الاقي نفسي الساتوريشن وصلت اوصل لمين 20. عند مين 20 لقيت حصل ايه؟ لقيت الساتوريشن وصل للتارجت بتاعي خلاص؟ رحت عامل ايه؟ رحت جاي على الاف اي 2 بال100% ده وقعدت انزل بيه. انزل بيه من 5 ل10% كل ستيب اللي هي من 2 ل 5 مينتس لغايه اما جيت عند برضه 70-80% وحصل دروب. رحت عامل ايه؟ رحت عالي بالمين تاني ل 22، علينا ل 22 خلاص؟ اللنج العيان الساتوريشن بتاعه بقى احسن. رحت عامل ايه في الاف اي 2؟ قعدت انزل وزدت 60% ده تارجت عندي في البيدياتريك 50-60% تمام؟ وصلت 50-60% هبتدي اعمل ايه؟ ارجع بقى للمين بتاعي وانزل فيه واحده واحده. ابتدي انزل هات اللنج وصلنا 22 عمال انزل 20 وانت بتتابع بالبي او 2 والبي سي او 2 والساتوريشن. هو الساتوريشن اسهل بدل ما اقعد استنى افضل جاز، هو الساتوريشن عمال اتابع بيه وكل ده عمال اقيس البلاد بريشر ولا شغال عشان لو حصل اي هيمودايناميك كونسيكونس بالظبط يبقى افضل. انفيزيف يبقى افضل طبعا. انا عمال انزل اللنج مفروض اللنج كويس انزل انا عمال انزل والساتوريشن ثابت معايا. انا عايز اسالك سؤال، الجهاز ده فيه بيمونيتور كربون دايكسيد؟ لا على المونيتور بس في حاجه الهاي فريكوانسي ما ينفعش معايا ان الفايبر سي دي تكنيكالي ما ينفعش. لازم ترانسيت الدنيا لازم يا اما بلاك جاز لازم حاجه زي بتاع بس ما ينفعش على الهاي فريكوانسي كده كده المونيتور سي او 2 ما ينفعش. ساتوريشن وبلاك جاز هم دول احسن حاجه. قعدت انزل تاني انزل اوكي احنا على 16 تاخد ساعه من 40 دقيقة ساعة ماكسيموم لأن لو عيان لقيته ريزيستنت وأنا وصلت للآخر هقف تمام؟ على فكرة اللاين ستيل لسه مفتوح معقول على 13 افضل انزل لغاية ما الكولابس عمال انزل 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 لغاية انزل خالص انزل خالص. ده 13 مين ولا دلتا؟ مين؟ مين؟ ايه اللي حصل؟ ابتدى يحصل كولابس عند كام؟ عند 6 يبقى أنا هعمل إيه؟ اروح نقطة على طول ممكن ل 15 او 14 النقطة على طول شايفين ايميديت حصل ايه؟ ريكروتد بسرعة واروح نازل واحدة واحدة لغاية ما اقف عند انا واين عند 6 هنزل عند 8 اقف يبقى دي كده ريكروتد لانج اوبتيمم لانج. هعمل ايه؟ هبتدي اشوف بقى بلاك جاز عشان لو هلعب في الايه؟ في الدلتا دي. طب افرضوا السي او 2 بتاعي خلاص احنا كده نزلنا باف اي 2 60% و50% والمين ايروي بريشر اوبتيمم على 8 اللي هو الاوبتيمم بالنسبه لي. الدلتا بي هبتدي اشوف السي او 2، السي او 2 كان بادئ ب 70 جيت عيد السي او 2 تاني لقيته وانا مرتين المين لقيته بقى 80 طبيعي هعمل ايه؟ رحت عادي بالدلتا بي قعدت على بقيت 2 ل 4 لغايه اما وصلت ثلاث مرات المين خلاص لقيت السي او 2 ستيب. الدلتا بي اللي بيقوم بالويجلينج ويجلينج ده في الاول لما احط على عيان بعد كده ما يفرقش معايا الويجل خالص يفرق معايا السي او 2 ليفل في البلاد جاز بس الويجلينج ده اول ما احط العين خاص ايه ولا بعد ما الفريكوانسي الفريكوانسي بعد كده وصلت ثلاث مرات المين والعيال سي 2 عالي برضو اروح جاي على الفريكوانسي انزل بقى لتسعه انزل الفريكوانسي واحد من نص الواحد انزل واحد من 10 عشان اقلل ازود السي 2 ريموفر خلاص انزل كده لسته هوريهم بس الفرق الفريكوانسي مره واحده الصدمه انزل انزل بسرعه شايفين؟ تمام؟ ابتدت الدنيا تتملي اكتر واكتر حلو العين اتحسن هعمل ايه؟ هرجع تاني الفريكونسي دي ل 10 تاني تمام؟ طيب العين السي او 2 بتاعه ليه عايز تزود الفريكونسي؟ خلاص السي او 2 اتحسن بعد ما كان عالي اتحسن ارجع للفريكونسي اللي كنت عليها اللي هي دي الاوبتيمال بتاعتي اللي هي 10 اللي هي 10 هي اللي هي الجدول اللي انا كنت قايل عليه هي عكس الريت يعني لما حبيت ازود السي 2 ريموفال قللت الفريكونسي حبيت اقلل السي 2 ريموفال السي 2 وقع مني بقى 30 مش عايز انا كده رحت عامل ايه في الفريكونسي رحت عالي بيها ليه لان انا نزلت بالحاجه الثانيه الدلتا بي عالي هفضل انزل بيها لو السي 2 وش عالي هفضل انزل 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 لغايه اما الاقي نفسي وصلت فين وصلت ان الويج النيرلي ابتدى يقف يعني الناس بقى تحط الجهاز ده وتقعد جنبه لا لا ده في اول ساعه وقت الكورس برضه سي 2 بينزل لو انا اقصد دلتا بي عكس الثاني بزود البي تمام لا سي 2 بينزل لما تزود دلتا بي عكس تمام دلوقتي كده انا ريكروتنج لانج بفضل قوي قوي امتى بقى لما الاقي نفسي وصلت للبريشرز اقل من 10 في البيدياتريك او من 6 ل 8 في النيونيت طب انقل على ايه في النيونيت على نيزل سيتاب
على طول السيرفيت على اليمين السيرفيت مش مبلش مين الواي بريشر. انا ما يهمنيش ده الطبيعي قوي، انا يهمني المين، هو ده الاكسجينيشن بتاعي تمام. طب وبعد كده لو عندي البيدياتريك هل على الكونفنشنال؟ الناس لسه ما جربتش ان هي تعمل حاجه ثانيه. ابتدينا نجرب في الدمداش بقى فتره وجايبه ريزلتس كويسه على النون انفيزف، نجيب ريزلتس حلوه على نون انفيزف على بريشر، لا على نون انفيزف بس ريت باي 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 نجيب معنا ريزلتس كويسه قوي. يا اما لو انا هنقل هنقل على ايه؟ هنقل على اسمها دي بريشر سبورت. ماسك عادي ماسك عادي بس بديله ريت. لا لا خلاص هيك اللي هو في ديب بار اه حلو مش هيك حلو حلو لل دريجر جايب ماسك وبيوصله على الفنتج هو ده هو ده اللي انا عايزه. ان في ناس بتعمله على الاكسجين تعقيد عادي ويجيبوا حاجه اسمها ديب بار بيحطوه في قبر مش في البيجات. لا لا الماسك سبيشال ده ما ينفعش في البيجات لازم بالبريك ماسك. لا يعني ماسك ماسك من غير في ماسك من غير فنتليتور يعني مش قصدي. لا مش قصدي انا عندي الماسك اللي سبيشال للفنتليتور كل فنتليتور طبعا على فكره مش غالي يعني دعايه رابع شغالين بيه ظريف مش غالي. ممكن اجيب ماسك لاسيزيا واجيب لها واسطه بس اركبها وزي كده هارنس هارنس دي رخيصه ده ب 30 جنيه الواسطه اللي هي بتقفل بالظبط هي دي خلاص. يبقى انا هشيله على الكونفنشنال. طيب لما اروح كونفنشنال لو انا على مين 10 هروح على الكونفنشنال على مين بس 8 مش محتاج البريشر العالي. الاقي نفسي محتاج سيتنجز اقل بكتير من عادي. كلام السيكونس اللي انا عملته في الريكروتمنت ده خد مني قد ايه؟ خد مني حوالي ساعه توتال وبعد كده انا سايب العادي. طب هتسيب العادي وهاي فريكونسي قد ايه؟ از لونج از الديزيز باثولوجي لسه ما اتحسنش هتسيب العادي. لما الاقي العيان بتاعي ديزيز باثولوجي انا عارف عيان يكون لي مسكريشن في المنطقه اللي هنا ساعات اربع سنين او خمس سنين او اكيد لان كل مره اللي بديله على الكونفنشنال بلاقي ان السكنز عالي جدا خلاص خليني واجي اقلبه على الهاي فريكونسي الاقي السكنز عالي جدا. بعدين هو توليريت ماشي معايا كويس حسن روح ومن غير لونج ايج من غير كرونيك لونج ديزيز حتى لان احنا كنا متعمدين نقلل اف اي جدا على 30% على اف اي 30% بدي في نيونيل كابوتر ترم ريتيرن الناس اللي احنا بنتعلم انا كده خلصت عموما ده حاجه غير محمد. لا لا خلاص ماشي ورسي جدا محمد لو في بتاع ده نون انفيزيف لو باي 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 با